بكم مشاهدينا من الرافدين في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتب في الصحف العراقية والعربية والعالمية بعد أهم العناوين. نبدأ من الخليج الإماراتي، أمريكا تنتقم للتاج وتقصف ميليشيا حزب الله العراقي. في صحيفة البصائر، وزارة الدفاع الأمريكية تحذر إيران من أي رد على القصف الأمريكي في العراق. في العربي الجديد، نطالع بغداد تستدعي السفيرين الأمريكي والبريطاني ودعوات إلى وقف التصعيد. في موقع الهيئة، العراق إصابات جديدة بكورونا تزيد الحصيلة لنحو 100 حالة. في الشرق الأوسط، نطالع إيران تطلق حملة لإخلاء الأماكن العامة بعد أوامر خامنئي. في الزمان اخترنا لكم الصحة العالمية، أوروبا بؤرة جديدة لفيروس كورونا. ومن القدس العربي، ترامب يعلن حالة الطوارئ الوطنية لمواجهة فيروس كورونا. نبدأ من صحيفة العربي الجديد التي أكدت أن الضربات الأمريكية الجديدة في العراق على معسكرات ومواقع متقدمة للميليشيات المسلحة الموالية لإيران تفتح الباب مجددا أمام تصعيد أمني آخر قد لا يكون محدودا هذه المرة ويفتقد لصفة السيطرة عليه، خصوصا مع ضعف ومحدودية صلاحيات حكومة تصريف الأعمال الحالية وتعثر تكوين حكومة جديدة وتغول نفوذ الميليشيات في العراق. الصحيفة نقلت عن مسؤول عراقي رفيع المستوى في بغداد قوله أن الحكومة العراقية تلقت إخطارا من القيادة الأمريكية الوسطى في المنطقة قبل نحو ساعتين من الغارات التي نفذتها مقاتلات أمريكية على 5 مواقع متفرقة لفصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران فجر الجمعة. وأكد المسؤول للصحيفة أن التبليغ الذي رفضته حكومة عادل عبد المهدي وحذرت من مغبته متعهدة بتقديم المتورطين بقصف قاعدة التاج للقضاء لم يحدد المواقع التي تخطط الولايات المتحدة لاستهدافها ردا على قصف قاعدة التاج العسكرية شمال بغداد والذي أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين وبريطاني ومتعاقد أمريكي آخر وجرح نحو 10 آخرين أحدهم بحالة غير مستقرة الأربعاء الماضي. وأكد المسؤول أن الحراك الذي تم أمس الجمعة من قبل أطراف سياسية وحكومية وقيادات في الجيش لمنع الفصائل المستهدفة بالغارات الأمريكية من الرد على الضربة ووقف التصعيد فشل، وقد تتم مهاجمة مصالح أمريكية في أي وقت وبطريقة الاستهداف نفسها التي تعرضت لها قاعدة التاج أي عبر صواريخ الكاتيوشا. ولفتت الصحيفة إلى أن خبراء بالشأن الأمني العراقي يرون أن طبيعة المواجهة المقبلة بالعراق ستكون على طريقة ضربة بضربة بين الولايات المتحدة والفصائل المسلحة. هذا ونقلت الصحيفة على الخبراء الأمنيين قولهم من الولايات المتحدة ربما ستعيد استنساخ تجربتها في أفغانستان في السنوات الماضية بإطلاق اغتيال لرؤوس مهمة في تلك الميليشيات المسلحة واستهداف مخازن وبنى تحتية لها بين وقت وآخر تسهم في إضعافها. ولا يكون الأمر مقتصرا على العراق، لكن سوريا ستكون ساحة مواجهة أيضا. استهدفت سلسلة من الهجمات المصالح والقوات الأمريكية في العراق وحملت واشنطن ميليشيات موالية لطهران المسؤولية عنها، وكان آخرها هجوم على معسكر التاجي أدى إلى قتل 3 أفراد أمريكيين وبريطاني، مما أثار تساؤلا كيف يمكن أن تمنع الولايات المتحدة مثل هذه الهجمات في المستقبل. الباحث مايكل ناش كتب في موقع الحرة مقالا رأى فيه أن هناك 3 خيارات أمام واشنطن لردع ميليشيات إيران في العراق عن تنفيذ هجمات على القوات الأمريكية.
الكاتب يرى أن هذه الضربات والضربات التي تلتها من قبل القوات الأمريكية الجمعة لن تكون نهاية هذه الحلقة من الأعمال الانتقامية من قبل الطرفين، ويشير إلى أن أمام الولايات المتحدة ثلاثة خيارات للتعامل مع الموقف المحلي. الأول هو انسحاب الولايات المتحدة من العراق، وهو ما تريده كتائب حزب الله والحرس الثوري الإيراني، لكن ربما ستضطر الولايات المتحدة إلى العودة لمحاربة عراق تحت سيطرة إيران. والخيار الثاني هو أن تلعب الولايات المتحدة مع إيران وميليشياتها بطريقتهم باستهداف المزيد من عناصرهم، وهو ما قد يؤدي إلى خفض كبير على المدى البعيد لنفوذ إيران في العراق. لكن هذا الخيار قد يزيد من مشاعر العداء للولايات المتحدة. أما الخيار الأخير فهو أن تلعب الولايات المتحدة دور الضحية واللاعب المسؤول في هذا الصراع، وأن تقصر ردها على الضربات الفورية والمتناسبة التي تكون خارج حدود العراق إلى حد كبير. ويرى الكاتب أن الضربات التي حصلت الجمعة كانت أقرب إلى الخيار الثالث، ويقترح اتباع طريقا وسطا بين الخيارين الثاني والثالث، وذلك بتنفيذ هجمات سريعة وحاسمة ضد بعض كبار قادة الميليشيات العراقية لجعل القادة الآخرين يفكرون بجدية شديدة في مستقبلهم الشخصي. هذا واقترح الكاتب في ختام مقاله أن تشن الولايات المتحدة الأمريكية ضربات رادعة على قادة الميليشيات الموالية لإيران متى ما كانوا متاحين، لأنهم عادة ما يختفون بعد أي عمل عسكري يستهدفون فيه القوات أو المصالح الأمريكية. لم يكن مفاجئا قتل جنديين أمريكيين وآخر بريطاني في قصف لقاعدة التاج في العراق، الذي جاء بعد أيام من زيارة شمخاني مسؤول الأمن القومي الإيراني لبغداد. فالقرار الإيراني بإقلاق الوجود الأمريكي في العراق وصولا إلى تنفيذ خروج من العراق وقرار استراتيجي، وإن كان سيمر بانعطافات تحول دون تصعيد غير محسوب. هذا ما ذكره وائل عصام في صحيفة القدس العربي، بأن الاشتباك الإيراني الأمريكي في العراق سيتجه إلى مزيد من التصعيد. بدا أن الميليشيات الشيعية المرتبطة بالحرس الثوري مقبلة على مواجهة تحاول أن تجعلها محسوبة بعناية وتصعيد حذر يراعي ثلاثة اعتبارات. الأول هو جر الأمريكيين إلى معركة تراعي فارق القوة العسكرية بين الطرفين، حيث تتحاشى الميليشيات تنفيذ ضربات تحدث خسائر ضخمة تستدعي رداً أمريكياً شديداً. وإضافة للاعتبار الأول الذي تهدف له القوى الموالية لطهران بضبط إيقاع المواجهات بالقصف المتبادل مع دون تصعيد يصل لهجمات برية من قبل الأمريكيين، فإن الاعتبار الثاني الذي يبدو أن طهران حريصة عليه هو إبعاد الحكومة العراقية المشكلة أصلاً من نسيج القوى الشيعية المهيمنة على الميليشيات عن التأثر بهذه المواجهة، حفاظاً على سلطة موالية لطهران يجب ألا تتأثر بهذا الصدام المرشح للتصاعد. أما الاعتبار الثالث فهو الحفاظ على قواعد اشتباك تبقي الفعل وردة الفعل في العراق لا إيران، فطهران تضرب أمريكا بميليشيات عراقية وتريد من أمريكا الرد عليها في العراق لا إيران، وهو أمر يبعد إيران بالطبع عن التعرض لخسائر، لكنه أيضا يمنح طهران ميزة لطالما لعبت عليها في المنطقة، وهي أن الميليشيات لا يمكن حصرها وضربها كأي هدف عسكري واضح لدولة كإيران، ولا تملك جسدا ماديا ثابتا يمكن بسهولة استهدافه والرد عليه. ولذلك فإن الأمريكيين بحسب رأي الكاتب سيواصلون الرد على أهداف الميليشيات واغتيال قادتها، ومن الواضح أيضا أن الجانب الآخر سيواصل التصعيد وإن بطريقة حذرة لإزعاج الأمريكيين ودفعهم لإعلان جدول للخروج من العراق، وستبقى هذه المواجهات مستمرة في لعبة عض الأصابع بينهما. ساعة
ستتكرر الحالة في العراق، إدانة رسمية لضرب الميليشيات القواعد التي تضم أفرادا من الجيش الأمريكي، ثم تعود الإدانة الرسمية ذاتها بشكل معكوس لتكون ضد الجيش الأمريكي حين يرد بضرب مقر عسكرية داخل العراق، تحملها واشنطن مسؤولية شن هجمات لقتل جنودها. هذا ما جاء في مقال للكاتب فاتح عبد السلام والذي نشرته صحيفة الزمان تحت عنوان اللعب بين القاصف والمقصوف. الحكم في بغداد بين مطرقة وسندان ليس اليوم بسبب أزمة إقالة وتكليف، وإنما منذ 17 عاماً ولأسباب سياسية معروفة مرتبطة بتغليب المصالح الخاصة ومصالح دول أخرى على مصلحة العراق. هذا حال من أحوال الدولة الفاشلة التي لا تستطيع أن تعمل بعيداً عن أغطية جهات أقوى منها وتمارس معها دور العبد والسيد جهراً وسراً. منذ شهور تحدثت هنا في هذه السطور عن التصعيد المتوقع. اليوم أرى أن الدولة بدأت تفقد أساسيات شخصية الهوية بمعنى الاستقلال والسيادة والحكم الرشيد. إن الحاجة لوجود مسميات الدولة بنظر الملايين اليوم هو فقط للمحافظة على استمرارية دفع الرواتب للموظفين من جهة، وللفئة المنفصلة عن الشعب المتمثلة بالقطاع الطبقي الفوقي الذي تعبر عنه بقوة الحاشية المتمتعة بالامتيازات المالية في مؤسسات اخترعت مع سقوط النظام السابق، ولا تزال تمتص ثروة العراق في قوائم نصفها وهمي أو حزبي ومحسوبياتي، وكذلك من خلال تخصيصات مالية للدرجات الخاصة النيابية والحكومية بشكل مبالغ فيه ولا يحظى به أي مسؤول في الكرة الأرضية. وأضاف الكاتب أن الموهومين بوجود دولة لها اشتراطات ثابتة سيظلون يمارسون هذا الدور المزدوج في إدانة القاصف والمقصوف بحسب رأي الكاتب بالتعاقب العكسي في كل مرة حتى تصل الأمور إلى درجة لا عودة في التدهور، وما ذلك ببعيد كثيرا عن الوضع العراقي أبدا. ليس هناك ما هو طبيعي في العالم في هذه الأيام، لا هبوط أسعار النفط طبيعي ولا انتشار كورونا التي انطلقت من الصين أمر طبيعي. سيكون لهبوط أسعار النفط تأثير كبير في دول عدة لم تتخذ الإجراءات الضرورية اللازمة لتفادي حالة من هذا النوع. خير الله ذكر في صحيفة العرب اللندنية أنه يمكن في هذا المجال الإشارة إلى بلدين معينين هما إيران والجزائر، فكورونا كشفت إيران وهبوط أسعار النفط والغاز كشف الجزائر. هناك بالطبع بلدان أخرى ستتأثر بما يشهده العالم من تطورات لم تكن متوقعة، لكن التركيز يمكن حصره بإيران والجزائر نظراً إلى أن ما يجمع بينهما يتمثل في عجز النظامين عن تأمين بديل من الدخل الذي مصدره النفط والغاز، في حين أن لدى كل من البلدين كل المقومات التي تسمح لهما ببناء اقتصاد مزدهر بفضل الثروات الأخرى التي يمتلكانها بما في ذلك الثروة الإنسانية. تهتم إيران بكل شيء باستثناء إيران، جاءت كورونا لتؤكد ذلك. ليس معروفاً إلى الآن حجم انتشار الوباء، كل ما هو معروف أن عدداً كبيراً من المسؤولين قضوا بسبب كورونا. الأكيد أن إيران تعتبر مدى انتشار كورونا سراً عسكرياً، لهذا السبب ترفض دخول موظفين مختصين في منظمة الصحة العالمية لأراضيها. هل تخشى أن يكشف هؤلاء مدى تخلف النظام الإيراني على الصعيد الداخلي وعجزه عن مواجهة الواقع؟ جاء وباء كورونا ليكمل معاناة الإيرانيين من العقوبات الأمريكية، بدل أخذ العلم بأن إيران دولة من دول العالم الثالث في أحسن تقدير. هناك نوع من المكابرة يمارسه النظام الذي لم يكتفي بتصدير السلاح والميليشيات المذهبية إلى العراق وسوريا ولبنان، بل صار يصدر إلى هذه الدول الكورونا أيضاً. الكاتب يرى أن المكابرة لن تنقذ النظام الإيراني الذي لا يستطيع مواجهة كورونا
ولا ما هو أقل خطورة من كورونا. وما هو أقل خطورة من كورونا؟ التصالح مع الواقع ومع الإيرانيين أنفسهم، وهذا ما يرفضه أيضا النظام الجزائري الذي يرفض القيام بالإصلاحات المطلوبة كي لا يعود تحت رحمة أسعار النفط والغاز. نشر صحيفة غارديان البريطانية تقريرا بعنوان صور الأقمار الصناعية تظهر أن إيران تحفر قبورا جماعية وسط تفشي فيروس كورونا. وقد ذكر هذا التقرير الذي عده جوليان بروجير أن الحكومة الإيرانية تتستر على الأعداد الحقيقية الصادمة للإصابات والوفيات، وأن علاقاتها التجارية الوثيقة مع الصين حالت دون اتخاذها تدابير صارمة منذ البدء لمنع انتشار هذا الفيروس. الكاتب يقول إن القبور الجماعية بمدينة قم التي تظهرها صور الأقمار الصناعية تشي أن الوضع بشأن تفشي وباء كورونا في إيران أخطر بكثير مما تعترف به الحكومة. ويضيف الكاتب أنه في الوقت الذي كان فيه الخندقان محفورين أعلنت الحكومة أن عدد الوفيات في أنحاء البلاد بسبب الفيروس هو 12 شخصا فقط، في حين كان عدد الوفيات في قم وحدها 50 شخصا. وتظهر الصور التي نشرت للمرة الأولى في صحيفة نيويورك تايمز، كما يقول الكاتب، قسما جديدا تم بناؤه في مقبرة شمال مدينة قم في أواخر فبراير شباط الماضي، إلى جانب حفر خندقين كبيرين طول كل منهما نحو 90 مترا. ويقول الكاتب إن أصحاب المناصب العليا في القيادة الدينية الإيرانية مهددون بشكل خاص بسبب تقدمهم في السن، كما ينقل الكاتب عن أمير أفخمي الأستاذ المساعد في جامعة جورج واشنطن، والذي سبق أن كتب عن تجربة إيران مع وباء الكوليرا، لست متفاجئا من أنهم يقومون الآن بحفر مقابر جماعية ويحاولون إخفاء الآثار الفعلية لتفشي المرض. الكاتب رأى أن العلاقات التجارية الوثيقة بين إيران والصين وخشية الحكومة الإيرانية من عرقلة شراكتها مع الصين قد ساهمتا في الانتشار المبكر والسريع لهذا الوباء في إيران، ولذلك لم تتخذ الحكومة إجراءات كافية لتقييد حركة السفر من الصين ومراقبة المسافرين، فضلا عن غياب الشفافية وعدم اتخاذ إجراءات فعالة كالحجر الصحي، خصوصا في بؤر تفشي هذا الوباء. هل تأمل في استبدال هاتفك الذكي الذي اشتريته منذ عامين في الأشهر القليلة المقبلة؟ قبل أن تفعل ذلك يريدك الاتحاد الأوروبي أن تفكر مرتين. فبحسب ما نشرته صحيفة الشرق الأوسط، فإن الاتحاد الأوروبي أعلن خطة طموحة تتطلب من مصنعي المنتجات الإلكترونية بدلا من الهواتف الذكية إلى المجففات تقديم مزيد من الإصلاحات والتحديث وتقديم أساليب لإعادة استخدام السلع الحالية بدلا من تشجيع المستهلكين على شراء منتجات جديدة. ويعد حق الإصلاح جزءا من حزمة سياسات واسعة النطاق تعرف باسم الصفقة الخضراء التي طرحت الشهر الحالي، يعد أحدث مثال على طموح الاتحاد الأوروبي لتعزيز نمو اقتصادي أكثر استدامة ومنع سلوك الهدر. وتأتي السياسة الجديدة في إطار المعايير التي طرحت العام الماضي والتي تلزم الشركات المصنعة لبعض الأجهزة بالالتزام بسياسة الحق في الإصلاح. نبقى الآن مشاهدينا مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتورية.
بهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم، نرى في دين غدا بإذن الله على صدى أقلام جديد في أمريكا.